أخبار اليوم. أولي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا وأستأذن حضراتكم في أن احنا نقف دقيقة حداد على أرواح كل ضحايا العالم، كمان عشان نبعث رسالة سلام من مصر من كل المصريين لكل العالم. تفضلوا يا فندم. شكرا جزيلا. في البداية اسمحوا لي ان انا اقول لكم ان احنا موجودين هنا النهاردة عشان نبقى حاضرين انطلاق مشروع جديد، محور تنمية قناة السويس. أنا كنت وعدتكم قبل كده إن إحنا لا يمكن أبدا هنتكلم أو نطلق مشروع ما يكونش هذا المشروع معداته وأفراده وكل الدراسات الخاصة به تم الانتهاء منها وتأكيدها. وخلوني أتوقف عند الدراسات. أنا بلاحظ إن إحنا ساعات كتير نبقى بنناقش المشروعات اللي بتتعمل، وده كويس، بس انت لازم تكونوا متأكدين ان احنا مش هنعمل حاجة الا اذا كانت مدروسة ومدروسة كويس، لانها في الاخر احنا دي موارد احنا بندفعها عشان تحقق للمصريين حلم. فلا يمكن هنعمل موضوع ونشتغل فيه الا اذا كان مدروس ومدروس جيدا بكل مؤسسات الدولة. أنا بقول كده عشان مش عشان الناس ما تتكلمش، لا، عشان الناس تبقى فاهمة إن إحنا مش هنعمل مشروع إلا إذا كان مدروس دراسة كاملة. إحنا كنا اتكلمنا وقلنا إن إحنا محور تنمية قناة السويس ده كان حلم، وأنا قلت وإحنا قاعدين إن ده أطلق تحديد المنطقة والفكرة في 2002، والمدة 13 سنة اللي تحقق كان قليل جدا. اللي انتوا شفتوه النهاردة اللي عرضوا معالي رئيس الوزراء واللي عرضوا اللي هو كامل، مفيش حاجة من اللي انتوا شفتوها النهاردة المعدات والعمل مش شغال فيها. لما نيجي نتكلم على سنتين نكون أنجزنا الموضوع ده، صدقوني الموضوع ده كان ممكن ياخد له 10-15 سنة عشان يخلص، 10-15 سنة عشان يخلص. بقول الكلام ده لأن أنتم يا مصريين لازم تاخدوا بالكم، أنتم بتعملوا حاجة عظيمة جدا وفي شركات شغالة ليل ونهار في أماكن محدش راح لها ومحدش يعرف عنها حاجة. ما كانش قدامنا خيار تاني غير كده، ان احنا نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل عشان يبقى في حاجة نقدمها لولادنا والأحفادنا، لان احنا كنا متأخرين قوي او متأخرين قوي حتى الآن. فانا بس عايز اقول لكم ان اللي تم ذكره النهاردة، ويمكن في حاجات ما تقلتش، يعني على سبيل المثال في شرق التفريع، يعني هو قال هنا في 80-90 مليون متر مخصصين للمزارع السمكية. صحيح، لكن خلي بالكم ان في جزء كمان بعد ده هيبقى المزارع السمكية وكمان لمدينة ساحلية هنا في شرق بورسعيد. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، احنا بنتكلم برضو مرة تانية على سنتين، اللي بنتكلم فيه ده سنتين. اول حاجه صعبه، انا اتحدى اي حد يقدر يعمل اللي احنا بنعمله ده في 10 سنين. وانا عارف انا بقول ايه كويس، لان كل موضوع من اللي احنا بنطرحه قدامكم ده احنا
ايدينا وعقلنا وقلبنا فيه عشان نعمله، عشان لما نقف قدامكم دلوقتي قدام كل المصريين نقول احنا بنعمل ده. انا عايز اقول لكم حاجه، كان ممكن قوي اقول للمصريين الشباب، وخلي بالكم من الكلام اللي انا هقوله ده، خلي حددوا 2-3 مليار جنيه كل شاب ياخد 10,000 جنيه عشان يعمل مشروع صغير كده، وكان الكلام ده يغطي مليون شاب تقريبا لو احنا بنعرف نحسب الخمس ستة مليار يعملوا ايه. بس يبقى انا كده غسلنا ايدينا من ولادنا اديناك اهو. لا، احنا واخدين الطريق الصعب قوي. كل مشروع من اللي احنا بنتكلم فيه ده مليارات الجنيهات محطوطة فيه. خلي بالكم، انا عارف ان الكلام ده دلوقتي بيتقال على الهوى لكل المصريين، احنا ما بنضحكش على حد، ما بنكدبش، احنا ناس صادقين، عايزين نقول للناس احنا بنعمل بجد لبكرة، لبكرة للولاد دول الصغيرين اللي قاعدين هناك. كان ممكن زي ما بقول كده 5-6 مليار بس، كل شاب ياخد له 10-15-20 ألف جنيه عشان يعمل مشروع، ونقول له احنا كده ساعدناك. لا لا، بناء البلاد والدول مش كده، بناء البلاد جهد وعرق واخلاص وامانه وشرف، مش حاجه تانية. انا ارجو بس ان النقطه دي تبقى واضحه لينا، لان اللي انا بقوله ده كل اللي انتوا شفتوه النهارده، وارجو ان زملائنا الاعلاميين تنظم لكل المشاريع ديت رحلات تشوف على الواقع وتلتقي بالناس اللي شغاله ومحدش عارف عنها حاجه، وكمان تقدم للمصريين ايه اللي بيتعمل، ايه اللي بيتعمل. احنا بنتكلم على جزء صغير هنا، جزء ده، كل ده جزء صغير. ايوه ده جزء صغير هنا، وفي اجزاء ومناطق اخرى جاري العمل فيها انتوا ما شفتوهاش وما بنتكلمش فيها. ده تحدي، التحدي زي ما اتقال، تحدي الارهاب اللي عايز يهز ويعرقل مصر. لا هم بيعرفوا يبنوا ولا عايزين يسيبوا حد تاني يبني. خلي بالكم من الكلام. بقول تاني، هم ما بيعرفوش يبنوا، يعرفوا يهدوا بس، ومش عايزين حد تاني يبني. وده تحدي، واحنا هنبني بفضل الله سبحانه وتعالى رغم كل الارهاب ده. في فساد وده معرقل لينا، بنحارب الفساد وبنبني وحنبني، ده تحدي تاني. في تحدي تالت خلي بالكم منه يا مصريين، تحدي اقتصادي. هو انتوا برضو ناويين تنجحوا وتبقى دولة دولة يعني؟ ده تحدي تالت خلي بالكم. الكلام ده لكل الناس اللي قاعدة هنا مش واخدة بالها، او اللي بتسمعني في مصر، لازم تخلي بالكم ايه اللي بتخطط ليكم وايه اللي معمول لكم، وتنتبهوا كويس، تنتبهوا كويس لبلدكم، تخلي بالكم منها. احنا كلنا اتفقنا ان احنا هناخد بالنا كلنا من مصر، مش انا بس، مش انا بس، احنا. وبقول الكلام ده تاني عشان انا قلت لكم كده من الاول، قلت لكم نحن معا نبني مصر ونحافظ عليها. انا لا استطيع لوحدي ان انا اعمل كده، وما فيش حد يقدر لوحده يعمل كده. بالمناسبة الدولة ما بتعملش شعب، الشعب هو اللي بيعمل الدولة وبيحافظ عليها. أنا قلت إن ده جزء من جزء صغير من عمل كبير بيتم في كل مصر، لأن احنا حريصين على إن التنمية تبقى موجودة مش بس في منطقة بعينها. يعني احنا لما بنتكلم النهاردة في محور قناة السويس هتلاقونا بكرة موجودين
في الفرافرة، مش بكرة، بكرة يعني هتلاقونا بكرة واحنا بنقدم مشروع المليون ونص فدان، وأول مثال على الريف المصري الحديث هتشوفوه بالفعل، بالفعل شغال على الأرض. أراضي اتعملت واتجهزت، آبار اتحفرت واتجهزت، اتحطت عليها وسائل الري بتاعها، المباني اللي احنا مخططين ان احنا نعملها. وقلنا نشوف التجربة دي كمثال في الفرافرة ل 1500 وحدة سكنية هناك، ده هنفتتحه خلال أيام يعني 10-15 يوم نكون موجودين، نشوف للمليون ونص فدان اللي احنا اتكلمنا عليهم وبنتكلم عليهم كتير. انا بقول الكلام دوت عشان الامل، 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 ازرعوا الامل في نفوس الناس، واحنا حريصين على ان احنا نزرع الامل ده بكل ما اوتينا من قوة وإرادة، واحنا مصرين على ان احنا نبني بلدنا. اتكلموا على شبكة الطرق القومية زي امتداد طريق مصر اسماعيلية بورسعيد، لكن هو مش كده بس، ما تنسوش احنا افتتحنا خلال السنتين اللي فاتوا التوسعة الاولانية من القاهرة للاسماعيلية، ثم بنكمل من الاسماعيلية لغاية بورسعيد، وده خلاص خلص عشان يبقى المحور ده محور لما نيجي نقول للناس هنا تعالوا في اعملوا مشروعات في المنطقة الصناعية اللي هم 40 مليون متر دول، يبقى في بنية أساسية متطورة لدولة محترمة بتساعد على الاستثمار الحقيقي وإعطاء فرص عمل حقيقية لشبابها وأهلها. الشبكة القومية احنا بنتكلم في 5000 كيلو، احنا تقريبا خلصنا المرحلة الأولى وشغالين دلوقتي في استكمال جزء من المرحلة الأولى اللي مخلصي والمرحلة الثانية من هذه الشبكة اللي هي في الآخر هتعطي قدرة حقيقية على ربط مصر ومدنها ومحافظاتها بشكل أفضل كتير من اللي موجود فيها، ثم كمان بتساهم في ربط المناطق الصناعية والمواني والمطارات وبمناسبة المطارات ده احنا بنتكلم على 3 مطارات. انا في كلام ما برضاش اقوله عشان الشر واهله، عشان الشر واهله، في مطارات بتتعمل بقالها سنة، مش مطار ومش 2 ومش 3، عشان تبقى بنية حقيقية لدولة بقول بتحترم نفسها. أنا قلت التحدي الأولاني اللي هو تحدي الإرهاب، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، وعايز أفكركم، عايز أفكركم، أنتوا شايفين دلوقتي اللي إحنا اتكلمنا فيه من 2-3 سنين العالم كله بقى عامل إزاي؟ العالم كله بقى عامل إزاي؟ وكله النهارده بيعاني وبيدفع ثمن عدم المواجهة الحقيقية للإرهاب. خلي بالكم واحنا بنتكلم النهارده بيحاولوا تاني وتالت في مصر، اوعوا تفتكروا ان المعركة دي بس بيكوا يا مصريين، كلكم، محدش ابدا هيقدر يمنعنا ان احنا نبني ونكمل بلدنا. العالم كله فهم وابتدى النهارده يواجه المشكلة، وهي المواجهة مش بس زي ما قلنا دائما مش أمنية، دي أمنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية ودينية كمان، غير كده هيفضل العالم لسنين طويلة قادمة، لسنين طويلة قادمة يعاني من ده. احنا دايما بنعلن موقفنا بوضوح ان احنا مستعدين دائما للمشاركة في كافة الجهود لمكافحة هذه الظاهرة المعادية للإنسانية، المعادية للإنسانية وللدين كمان.
احنا كان اليومين اللي فاتوا كان في بعض الموضوعات تسمحوا لي ان انا اعدي عليها باختصار شديد جدا، زي موضوع الامطار والسيول اللي ضربت الساحل الشمالي وخاصه البحيره ومدينه الاسكندريه. اتخذت اجراءات الحكومه بسرعه عشان تجابه ده او الدوله، وفي خلال ايام قليله كان تم السيطره على الموقف، وفي خطه كانت خطه عجله بتتنفذ دلوقتي عشان تحسن من شبكة الري والصرف ومحطات الرفع كمان، وفي خطة هتخلص في خلال سنتين ونص عشان تنهي تماما إشكاليات الري والصرف وموضوع السيول، مش بس في اسكندرية والبحيرة، لا في منطقة الدلتا بالكامل. برضو كان موضوع الأسعار، ودي أحد الموضوعات اللي كانت شغلانة كلنا وكانت مؤثرة كتير على محدود الدخل، وده أمر إحنا حرصنا على أن إحنا نقول أن خلال شهر 12 أو في نهاية شهر 12 هيكون حصل تقليل حقيقي لأسعار السلع الأساسية في كل مصر، في منافذ ثابتة ومنافذ متحركة عشان التغلب على هذه الظاهرة. والحقيقة الدولة تدخلت بشدة، وأنا عايز أقول كلمة هنا لكل برضو المصريين عشان أعطي كل ذي حق حق، يعني إحنا كتير من رجال الأعمال اللي بيعملوا في هذا القطاع تجاوبوا بمنتهى الفهم والمسؤولية لتخفيض الأسعار، أسعار هذه السلع اللي بتتباع في منافذ لهم او حتى اللي هم الموردين الرئيسيين. وانا من هنا بقول لهم شكرا، بس خلي بالكم احنا بنتكلم مش اقل من سنه تكون تكلفه المواد الغذائيه مريحه للناس اللي هي اهلنا المصريين محدود الدخل، وده شكل من اشكال مش هقول التكافل لكن الوعي بتحديات المرحله اللي احنا فيها. بكلف الحكومة تاني ان هو الموضوع مش بس على قد شهرين ثلاثة، لا احنا بنتكلم على ضبط الاسعار دلوقتي ومستقبلا، وارجو ان ده يبقى نشوف ردود افعاله على في الشارع على محدود الدخل، وده امر بقول تاني مرة امر احنا حارسين عليه ومهتمين بيه، وان شاء الله يجد المصريين اسعار مناسبة لهم خلال الأيام القادمة. بالمناسبة ده احنا برضو يتم توزيع 1.5 مليون كرتونة خلال الأيام القادمة على المناطق الأقل دخلا بواسطة القوات المسلحة. أرجو ان ده يتم خلال أسبوع 10 أيام من تاريخه يكون متوزع على المناطق الأقل دخلا في مصر. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن ان احنا مشروعات الطاقه والغاز، وقلنا ان احنا انجزنا المهمه ديت وخلصناها، واحنا بالفعل انجزنا مهمه الكهرباء والغاز لكل المصانع اللي موجوده بتعمل في مصر واللي هتعمل في مصر مستقبلا. مفيش عندنا مشكله خلاص، كل المستثمرين اهلا وسهلا بيكم، لدينا كل ما تحتاجون عليه، بنيه اساسيه، طاقه كهربيه وطاقه غاز للعمل واستيعاب او توفير فرص عمل لشبابنا في مصر. ما دام اتكلمت عن الاستثمار، انا بيجيلي بصراحه يعني بعض القلق والشكوك من رجال الاعمال، وانا بصراحه مش عارف، انا اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مره، ليه في قلق وليه في تشكك من نوايانا تجاه أهلنا المصريين؟ أنا بأكد لكم تاني بمنتهى الوضوح، أنتم الكلام ده كلام مش دقيق، والكلام ده الهدف منه أنه يشككم ويعرخلكم على أن أنتم تشاركوا مشاركة حقيقية في التنمية في مصر. اشتغلوا، ابنوا، عمروا، الكلام اللي بيتقال ده ويجي لي يقول لك خايفين. خايفين إيه؟ خايفين من إيه؟ هو مفيش قانون في البلد دي ولا إيه؟ محدش يقدر يعمل حاجة هنا، ولا حدش هيقدر يعمل
غير بالقانون يا جماعة. الرسالة دي رسالة لازم تبقى واضحة لنا كلنا، ولا يليق أبدا، تاني بقولها، لأي جهاز من أجهزة الدولة أنه يتجاوز في القانون. ما يقدرش ومش هنقدر، وفي برلمان قادم هيحاسبنا كلنا، في برلمان قادم هيحاسبنا كلنا. بقول تاني لكل المستثمرين ورجال الأعمال، من فضلكم الشكوك دي ملهاش أي أساس من الصحة. اشتغلوا اشتغلوا وأنا معاكم، بس خلي بالكم ان احنا بنشتغل عشان خاطر بلدنا وعشان خاطر الناس اللي عايزة يبقى عندها فرص لعيش كريم. فتعالوا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبني، نبني بلدنا. انا بالمناسبة دي بتوجه لكم جميعا بالتحية والتقدير والشكر، وكل من ساهم في انجاز الجزء المقدمة دي انا بشكره، لكن لسه في جهد كبير جدا، وفي ان شاء الله خلال لغاية نهاية ديسمبر هنروح او هنلتقي مع بعض في المناطق اللي احنا قلنا فيها مشاريع اخرى انا كنت كلمتكم عنها قبل كده. شكرا جزيلا، ودايما احنا بس عايزين نتحدى انفسنا، احنا نتحدى انفسنا ونبني احنا بلدنا قبل ما نتحدى العالم. نخلص الاول، نتحدى نفسينا الاول. ف تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.